نجوم رمضان أقرب لك مع إنجي علي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، ونجمي وصل، جبناه من الرياض من عند رامز، جبناه من فاتن أمل حربي، جبناه من دايما عامر. وزي ما بقول نجوم رمضان أقرب لك، وأنا قررت أن أنا أسميه خطفينك في رمضان. ده الميكروفون أنا فاكره ترمومتر عمال ينور كل شوية. ثروت زي ما قلت عليه طبعا في المقدمة، ضحكة متميزة، حضور متميز، فنان متغير ومتلون، وزي ما بيقولوا بيصد مع أي شخصية بتجيله. رمضان وشه حلو عليه، جامد جدا. السنة اللي فاتت كان مجسد شخصية رائعة في مسلسل ما بين السماء والأرض مع ماندو العدل. السنة دي مسلسلين مختلفين تماما، دايما عامر وفاتن أمل حربي، غير الإذاعة. وهو ده المتوقع من ثروت، لأن ثروت بجد فنان تقيل جدا. منورنا وكل سنة وانت طيب، الأخ والصديق وحاجات كتيرة قوي، لأن هو غالي عندي جدا بجد والله، رسول والله العظيم بجد. وعايز أقولك الكلام اللي انت قلتيه يعني احمرت وجنتاي زي ما بيقولوا. والله خجلا عملي احمرت وجنتاي وجنتاي. ده جمع ود الوجنة الوجنة جمع وجنة. هنبتدي من دلوقتي. ثروت بجد بجد منورنا. وفي الاول خالص اكيد انت حاسس بردود الفعل، خصوصا لو اتكلمنا عن فاتن امل حربي تحديدا، وهو موضوع مهم وبيمس كل بيت مصري. وانت اكيد قابلت شخصيات حواليك، جارتك، حد تعرفه، حد من صحابك، زي فاتن. مشكله اجتماعيه، مشكله اجتماعيه موجوده، والمراه المصريه بتعاني منها من زمان وبتحاول تلاقي لها حلول لغايه النهارده. المحامي شكيب الاسكندراني، المحامي، اقدر اقول ان انت رغم الكوارث والمآسي كنت بتضيف الابتسامه يعني، وروح القانون، وروح القانون، وروح الصيدليه برضه. ما قدرتش. وخالد سرحان اللي هو هحبسك. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. هو المحامي شكيب الاسكندراني. دي شخصية جديدة عليك انت، شخصية عمرك. بس انا عملت المحامي قبل كده في مأمون وشركاء بالظبط مع الاستاذ عادل امام طبعا. بس ده محامي وده محامي تاني خالص. ده كاركتر وده كاركتر تاني. التحدي بالنسبة لي السنة دي ان كنت بقدم شخصية المحامي لتاني مرة. بس محامي احوال شخصية ومحامي سلم يعني، اوقات بيبقى فيه محامين اللي هو بيخلص مشكله بسيطه. ده محامي طبعا على عيني وراسي طبعا، واكيد بنحترمه ونقدره جدا طبعا. بس الموضوع كبر في المسلسل، بقى اكبر منه بكتير يعني. قواضي كل شويه، قضيه قضيه. وابتدى يتعاطف مع فاتن تونة امل حربي اللي هي استاذه نيلي كريم. فبالتالي بقى يتعامل معاها كانها حد من قرايبه، وحد هو حاله موجوده معاها على طول، وحاله بيتعاطف معاها، وحاله بيلحقها من حاجات من كذا مره، واتحبست لما تعدت على القاضي وبتاع، انقذتها وبتاع والكلام ده كله. وان الموضوع كبر جدا، والموضوع بقى على السوشيال ميديا، وبقى فيه حاجات كتير والكلام ده كله. فالموضوع كان بالنسبه لي التحدي ان ازاي اعمل محامي للمره الثانيه، للمره الثانيه بشكل جديد، واحوال شخصيه وقضيه بتمس المجتمع المصري، قضيه مهمه قوي. ذاكرت ازاي يا ثروت للشخصيه دي؟ هل قابلت فعلا محاميين بتوع احوال شخصيه؟ احنا كان لنا اصحابنا في ايام الجامعه كاشتغلوا برضو محامي كده احوال شخصيه، احوال شخصيه والكلام ده كله، وكان شفناهم في كذا حاجه وبتاع والكلام ده كده. بخلاف اللي انا نزلت محكمه زنانيري فعلا، قعدت حوالي مثلا 3 ايام احضر كام حاجه كده في، بس متنكر طبعا والكلام ده. ربنا يخلي لنا الكمامه. الكمامه دي بتنقذ. طبعا. فلا في حاجات زي كده كتير. وهو انا شفت نماذج قدامك. ده فعلا شفت نماذج يعني، الشكل الكاركتر يعني. في بعض الاصدقاء وبعض الردود الافعال على السوشيال ميديا قالوا لي ان في شكيب الاسكندراني كتير بنشوفه، او بنشوف الكاركتر ده، او اللي هو بيعرف في دهاليز القانون، بس هو على قده يعني، مش واو. ده برضو كان ليا بالنسبه لي استفزني فنيا، ان انا ازاي اعمله، خصوصا المره الثانيه، خصوصا شخصيه مأمون وشركاء راضي عبد التواب المحامي نجحت جدا قوي، وشكيب الاسكندراني يعتبر محامي برضو ونجحت جدا جدا جدا، ومعلمه مع الناس بشكل كبير. انا هنا عايز اعرف سر الكيمستري، الكيمياء اللي بينك وبين ماندو العدل.
يعني والله هقول لك ماندو انا عايز اعرف لما بيجي يعني بيجيب لك السيناريو وبيقعد معاك يعني انت بجد مع ماندو بتبقى مختلف بيطلع منك جوانب مختلفه بصراحه يا ثروت. ماندو هقول لك على حاجه بيشوف فيك حاجات بيشوف فيه حاجات انا ممكن اكون مش شايفها يعني او مخرجين تهنيين بيستسهلوا ده ممكن وخصوصا ان هو اصل ماندو مخرج شاطر جدا ومخرج صاحب مدرسه او ماشي على مدرسه يعني تحس ان هو العمل من اوله لاخره مدرسه معينه وبيهتم بالتفاصيل وبيحب الممثل اللي قدامه يطلع في احسن صوره يعني او في احسن حاجه او يطلع منه حاجات هو ذات نفسه الممثل يكاد يكون ما يعرفش ان هي جواه كمان بخلاف انا بحبه على المستوى الشخصي طبعا هو صاحبي فبالتالي في كيمياء ومحبه كده ربنا يديمها يا رب يعني يا رب. فبالتالي لما جه عرض عليا شكيب الاسكندراني انا قعدت معاه قبلت من اول مره لان انا كنت مختلف يعني أوكي. بالتالي في بين السماء والارض انا في الاول برضو نفس الحكايه اول ما عرض عليا الدور رفضت وقلت له لا مش هعمله وبتاع وكان قال لي بس اقرا الورق بين السماء والارض ده فعلا لان انا كنت محطوط برضو في مزنق تاني ان هو بين السماء والارض اتعمل فيلم وكان ليجن طبعا. بالتالي الدور اللي معروض عليا مجنون الاسانسير اللي هو الاستاذ عبد النعيم ابراهيم طبعا صح. عملاق من عمالقه الكوميديا واستاذ كبير جدا متعلم منه فبالتالي انا هتحط في مقارنه ما بين المسلسل كمان والدور الاثنين يعني الاثنين هيبقوا عليا برضو لما لقيت ماندو بيقول لي يا رب بس المسلسل وبتاع والكلام ده كله قعدت اتكلمت معاه لقيته مختلف تماما عن استاذ عبد النعيم ابراهيم مختلف عن الفيلم فبالتالي قبلت وقعدت معاه قعدات مطوله طبعا على الدور وازاي يتكلم وازاي ايه اللي بيحصل وهو هيتصرف ازاي لما يبقى مجنون شكله عامل ازاي اتفقنا على كل حاجه كنت ناجح جدا في الدور ده وهو لما جه هنا ماندو استضافته انا هنا جه كان مبسوط جدا بالدور بتاعك وقعد يثني عليه جامد جدا وقعد يتكلم فيه وهو حس ان هو ماندو من كلامه عليك يعني هو بيحس دايما ان انت معاك ثروت عنده امكانيات جامده جدا تمثيليه لسه لم تكتشف بعد يعني هو هو قالها لي هنا في البرنامج ده فعلا هو هو ممكن بيفهم في الممثل وبيحاول يخليه مختلف تماما فبالتالي مخرج زي دوت اوكي ده لما يعرض عليا ورق او بيعرض عليا دور ثقه فاوريدي في ثقه ان انا هبقى مختلف تماما لو سبت نفسي ليه مظبوط فبالتالي انا لما اتعرض عليا برضو شكيف الاسكندراني قبلته فعلا يعني خلاص تمام انا كده كده مريح نفسي من حته الاختلاف لان هو كده كده هيبقى بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطلعني مختلف فبالتالي الاتجاه واحد امكانيه بقى الاختلاف ده ازاي ده اللي بنتفق عليه من خلال بقى طريقه الكلام من خلال اللبس من خلال الكاركتر من خلال الاداء فده اللي بنتفق عليه تعاطفت مع شخصيه فاتن بنسبه كام في الميه يا ثروت بصراحه لا بنسبه 100% لسبب واحد هي يعني فعلا بتعاني هنا اسفه هنا المحامي بيبقى متعاطف مع الكلاينت بتاعه بيبقى متعاطف مع موكلته صح موكلته فعلا انا بحاول اللي وكلته استخدم اللي وكلته انا بحاول استخدم الالفاظ موكلته اللي وكلته المحاماه والقانون بتدي له طبق بيديها طبق ما بيديهاش كارت غلط ولا ايه الحقني ارجوك يعني هنا بتبقى انت كمحامي لما انا النهارده بروح لحد وعندي مشكله اساسيه المحامي لازم يكون متعاطف مع الحاله اللي جايه له طبعا عشان يقتنع بالقضيه ذات نفسها في محامين بيتعاملوا بالحرفه انا معاك ان كل اي شغلانه في ناس بتتعامل بالحرفه وفي ناس بتتعامل بقلبها زي ما بيقولوا او بيشتغل الشغلانه بقلبه فعلا قضيه مثلا تعاطف معاها فيقبلها او قضيه مثلا عارف ان قدامه على حق فبيقبلها وفي واحد تاني يقبل قضيه لمجرد القضيه اللي حصل في فاتن امل حربي في الاول خالص ان هو اتعامل معاها كانها اي قضيه الى ان دخل في الموضوع فابتدى يتعاطف معاها فعلا وابتدى يبقى في قلبه عليها فعلا وابتدى ان هو يسعى ان هو يخرجها من الموضوع وخصوصا ان هو شاف مدى جوزها كان عامل ازاي سيف الدندراوي طبعا شابوه طبعا شابوه شريف سلامه شريف سلامه عامل دور جميل جدا فظيع. جدا جدا عايز اختلاف تمام عن كل اللي عمله قبل كده شهاده ميلاد جديده بسم الله ما شاء الله يعني هو كان مهتم فعلا بالدور وحابب الشخصيه وبيذاكرها حتى في اللوكيشن لا كان مركز جدا شريف سلام نيلي كريم بقى وانت كنت يعني اللاصق بنيلي كريم دي من احد الاسباب اللي قبلت عشان المسلسل انا بحبها جدا من قبل ما يعني ما اتعامل معاها يعني اوريدي انا ما مسيتش معاها خالص دي اول مره خالص بس انا بحبها جدا على يعني هي على المستوى الفني طبعا قبل ما اعرفها لا هي ممثله جميله جدا ممثله مبدعه جدا بتعرف
تعزف على أدواتها بجد، يعني بتعرف عارفة إمكانياتها وعارفة إمكانياتها دي مداها قد إيه وتقدر تستخدمها إزاي، فبتطلع أحسن صورة أو بتطلع أحسن حاجة في الكاركتر. بتذاكر جدا، بتركز جدا في اختيار الأدوار واختيار الحاجات ذات نفسها التفاصيل. ساعات بتسأل ماندو كان على حاجات فعلا لا تفصيلة حلوة جدا ان هي فعلا السؤال ده حلو. كواليسكو اكيد كواليسكو كانت رائعه طبعا، انا شايفه كواليسكو اساسا، وجايلان طبعا هلكتني قلدتني بحبها قوي عامله دور جميل جدا. حبيبتي راندا طبعا المحاميه برضو جميله، فعايزه اقول لك يعني تحيه لكل الناس بجد في المسلسل ده. ما قلقتش من حساسيه الموضوع يا ثروت؟ حساسيه الموضوع ازاي؟ انا عندي حساسيه عموما، عندي حساسيه من الشمس. حساسيه الموضوع ان ممكن بجد يعني ده موضوع زي ده موضوع مهم جدا وحساس، يعني هيبقى فيه جدل كبير جدا ومع وضد، واحنا مع المسلسلات كلها بتاعه رمضان السنه دي يمكن لاحظنا من اول يمكن 3 4 ايام كان في كده اللي هو ايه ده يتمنع ده يتشال ده ممنوع، اللي هو كانت حتى لسه المسلسلات ما فرشتش فرشتها علشان ده يقف او ده يتمنع او كده، خصوصا في فاتن امل حربي بقى القضيه حساسه جدا وقضيه مثيره للجدل جدا وممكن يبقى في ناس معه وضد. ما عندكش مشكله تخوض تجارب بالشكل ده؟ بصي انا من وجهه نظري ان هو كويس جدا من حته او كويس جدا للفنان ان هو يبقى مهم في حاجه، ان هو بيبرز او بيعمل اون سبوت للمشكله اللي موجوده، ده دور الفن. اي مشكله موجوده في المجتمع لإلقاء الضوء عليها امكانيه حلها ازاي، ده بقى ده مش بتاعتي انا ما بحلش، ولكن انا بقول ان في مشكله هنا وده ما حصلش، يعني مش احنا اول مره نعمله. يعني الاستاذه فاتن حمامه الله يرحمه طبعا، استاذ رضي أباظة الله يرحمه، عملوا فيلم اسمه أريدوا حلا طبعا، وأريدوا حلا عمل ضجه كبيره جدا جدا في وقتها، والقانون اللي كانوا بيناقشوه كان قانون فعلا لازم يتغير، اللي هو الطاعه جبريه ولازم اللي هي الزوجه الشخصية. الاحوال الشخصيه ان هو لازم الزوجه لو اتحكم عليها بحكم طاعه الاسم ممكن 2 عساكر يجرجروها من بيت ابوها او اي حته تانية يودوها الجزء. طبعا ما ينفعش يعني حتى يعني على المستوى الانساني وحش. فبالتالي امكانيه ان انت تقول ان في مشكله او في بعض الناس او بعض القواضي اللي هي موجوده اللي احنا بنشوفها كتير جدا او بنشوفها حتى في اصحابنا في قرايبنا او جيراننا او حتى نسمع عنها ان في قواضي احوال شخصيه كتير في في المحاكم وبتقعد كتير اول 5 سنين وست سنين وسبع ومكلفة سنين جداً. ومكلفه جدا سواء للطليق او الطليقه، والعبء طبعا بيبقى على الاولاد الاطفال الصغيرين، هل دول بيتربوا اجتماعيا ازاي، هل هم اللي بيطلعوا سويين ولا لا، امكانيه بناء الانسان ذات نفسه في هذه الظروف. فبالتالي انت بتلقي مشكله بتقول يا جماعه ان الناس دي بتقعد 10 سنين ولا 5 سنين حتى بس في مشكله طويله بتاكل من العمر. صح، والولاد فعلا هم اللي والولاد هم اللي بيتاثروا في الاخر. اذا انت بتتكلمي في حاجه جميله جدا لبناء المجتمع، فبالتالي بتعملي عليها سبوت سلط الضوء طبعا عليها، فده بالنسبه للفنان حاجه جميله جدا. استاذ ابراهيم عيسى، استاذ ابراهيم عيسى كان سالته على الاسم فقال لي انا كنت عايزه اسميه ولا زالت فاتن مستمره او حاجه كده مش فاكره، لازالت فاتن مستمره او لازالت فاتن امل مستمر مثلا، لا فاتن عشان هو اريده حلا، عشان اسمها فاتن عشان اريده حلا كمان حلن. ولازالت وعايز اقول لك كمان فكرتيني بحاجه كمان، استاذ فريد شوقي برضو عمل كلمه شرف طبعا، كلمه شرف برضو اعتقد ان هو في وقته غير قانون. فبالتالي هو الموضوع بالنسبه للفنان ان هو يتكلم في قضيه ده حاجه جميله جدا، ده دور الفن. يعني برضو دايما عامر بيتكلم في قضيه التعليم اللي هي بتهمنا كلنا، اختيار ذات نفس القضيه من مصطفى شعبان طبعا، استاذ مصطفى شعبان من ضمن الحاجات اللي كنت بقى اول مره مصطفى شعبان اول مره خالص بس اول مره نيلي اول مره مصطفى شعبان الاثنين يعني فاهمه. فبالتالي هو بيتكلم برضو في حته الاختيار من المخرج مجدي الهواري لمناقشه القضيه ديت ان هي قضيه التعليم، حته المدرسه الناشونال والمدرسه الانترناشونال، هنا المدرسين ازاي وهنا المدرسين ازاي، علاقه المدرسين دول ببعض، علاقه الطلبه بالمدرسين، هل الطلبه بقوا اذكى من المدرسين ولا التكنولوجيا خلتهم اذكى من المدرسين، هل المدرس لسه في عقله لسه ولا لازم يبقى متطور زي الطالب عشان يعرف يجاري الطالب ويعلمه،
وده برضو حاجات بتتناقش. هل مكانة المدرس لسه موجودة؟ لسه موجودة ولا لا؟ لأن مكانة المدرس دي حاجة مهمة جداً. هل هي مبنية على المكانة ولا مبنية إن الطالب شغوف إنه يعرف المعلومة؟ ما برضو يعني أنا برضو لو في شغف من الطالب إنه هو يسمع المعلومة من المدرس ده هيقعد له ساكت او هيحاول ان هو يتعلم منه حاجه، هو بيحس انه ممكن يجيبها من على الانترنت. فامكانيه بقى تطور المدرس ده، سواء بقى الناشونال او الانترناشونال، او ازاي تطور الناشونال من خلال الانترناشونال، ده القضيه اللي احنا بنتكلم فيها في دايما عامر. فهنا قضيه وهنا قضيه. فده جميل بالنسبه للممثل ان هو العمل اللي هو بيبقى موجود فيه بيبقى بيناقش حاجه، بيهتم بحاجه، مش لمجرد التسليه او لمجرد ان هو اكشن وخلاص ويلا وبتاع واتنين بيدوروا على بعض. لا، هو بيناقش ايه في الاخر؟ ايه الرساله اللي بيقدمها؟ هل وحتى كمان لما انت بتبقى عامل حاجه للتسليه، هو انا الفم مننا للجرس ماجد متابع، ماجد معانا على الميكسر ده، لسه هيجي لك كمان شويه عشان هسالك اسئله معلومات عنك. الفم مننا وقاعد هو ايه ما افطرش عدل؟ قولي لي بس، شربت قهوه؟ شربت قهوه؟ لسه ايه؟ طيب لسه هنجيب لك انت كمان قهوه. عاملين ايه معاك الصيع؟ مقدرينك ولا ايه تقريبا؟ مقدرينك ولا ايه؟ والله النهارده عايزه اعرف انت ايه اللي ما كنتش تعرفه وعرفته من التجربه بتاعت ما بعرفش اعمل مع حوار بجد صار وات فاتن امل حربي. موضوع مهم جدا. اوكي، ايه اللي ما كنتش تعرفه وعرفته من خلال الشخصيه اللي انت بتجسدها المحامي في القانون؟ اوكي، وايه اللي عرفته برضو؟ يعني مش عايزه اتكلم على دايما عامر، بس عايزه اتكلم على فاتن امل حربي، لان انت كدور محامي في الاحوال الشخصيه اكيد كان في حاجات ما كنتش تعرف انها موجوده. ده فعلا يعني هقول لك على حاجه. اصل هو السيناريو او المسلسل المكتوب لشكيب الاسكندراني، بما انه ان هو محامي لفاتن امل حربي، فبالتالي كل المصطلحات القانونيه اللي موجوده دي صحيحه جدا. وفعلا الترتيب اللي اتقال في المشهد اللي كنت بقول لها فيه انت هنعمل في الاول الاجراءات الفلانيه دي من اول كذا لحد كذا، ده فعلا موجود، او دي فعلا الاجراءات اللي بتحصل دي موجوده. وامكانيه ان هو يترفض الطلب ويرجع تاني وتظلم ويرجع تاني، ده وارد وموجود، وده ده الطول بتاع الاجراءات ده اللي انا عرفته واتصدمت بيه طبعا. خصوصا ان اعتقد سواء اي مطلقه مثلا بتبقى رفع دعوى نفقه او دعوى ان هو الطليق يصرف على الاولاد، بيبقى محتاج الموضوع نوع من العجل شويه او بسرعه، لان امكانيه الناس دي هتصرف منين طول الفتره اللي هي لحد الحكم ما يتعمل. فطبعا ده احد الاسباب اللي انت بتطالب بتغيير، ده احد الاسباب اللي خلى برضو يعني شكيب يتعاطف مع فاتن ان هي جدعه كمان، وان هي بتواجه كل دوت برغم الصعوبات اللي موجوده، برغم الحاجات اللي بيرفعها جوزها عليها، فبتوصل لشكيب، فبالتالي بيحس بمدى خساسه. شفت خساسه دي؟ خساسه دي عجبتني قوي، خساسه الطليق في ده، فابتدى ان هو يتعاطف معاه. يعني انت بعد الدور ده نفسك ايه اللي فعلا تشوفه بيتغير بجد؟ يعني هل انت من وجهه نظرك تفتكر ان مسلسل زي ده بيضحك عامل ايه؟ متوقع ان المسلسل ده هيغير فعلا في الوضع اللي احنا فيه والله دلوقتي؟ والله اتمنى يا فندم ان كل حاجه للاحسن. اتمنى طبعا ده، بما ان اللي احنا كصناع عمل يعني او كمسلسل سلط الضوء على مشكله معينه، اذا بالتالي ان هو حلها ده حاجه جميله جدا، يبقى انت عملتي حاجه مفيده للمجتمع وللاطفال اللي طالعين دول الجداد طبعا. اصعب مشاهدك ايه؟ اصعب مشاهدي لسه جايه كمان، لسه جايه والمرافعات طبعا. المرافعات دي كانت لازم تتقلب بالظبط. ما ينفعش حاجه مكان حاجه، ما ينفعش اجراء مكان اجراء او قبل اجراء، لازم الاجراءات بالترتيب. لما مش بنهزر ده روح القانون. طبعا ونروح الصيدليه برضه مش ممكن. لا بجد بجد يعني رغم صعوبة الموضوع، بس اعتقد ان انت كنت بتضيف ابتسامة عشان نحاول نبلع الموضوع بطريقة. يعني انا في اول رمضان ناس كتير قوي قالوا مثلا ايه ده المسلسل ده هيناقش قضية وهيبقى تقيل وحيبقى، بس بعد كده ما الناس اتفرجت عليه لقوا انه حتى التناول رغم انه قضية مهمة بس
في ابتسامه بتتناولوه بطريقه كده عشان الناس تقدر في شهر رمضان تبلعه بسهوله، وده كان حلو، ده كان مقصود مع ماندو من الاول. مقصود فعلا، وده قال لي ماندو عليه، والمكان المطلوب منه ان هو تخفيف جرعه شويه، لان هو لو نكد الناس برضو هتقفل. مش قادر. لكن حته ان هو حتى يعني حتى الافات اللي كنت بقولها من البلاك كوميدي، مش فرص يعني، حتى ما خرجتش بره السياق وانت بتاع. بتحب ده؟ انا بحب الافيه اللي ليه منطق يعني، او الافيه في مكانه، ما يبقاش الافيه مجرد الافيه فقط لا غير، لان ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ولكن الشغل مع ماندو او مدرسه ماندو بتبقى مش فرص، ما فيهاش فرص، بيبقى فيها اللي هو الافيه في مكانه او في ده محتاجينه. بتحب ايه اكتر يا ثروت انت ككوميدي، حاجات الكوميدي اللي بتقدمها؟ انا بحب الفرص الصراحه. انت فرص بحب في اي وقت. جميل. انا عارفه انت بت يعني اكتر من لقاء عملته مع محمد ثروت، وكان دايما في كل لقاء لازم يذكر الراحل سمير غانم. استاذ سمير غانم الله يرحمه. دايما. ودي انا بجد، وهنا على فكره في البرنامج ده طول شهر رمضان سالت اسئله كتيره جدا مع ضيوفي، كان دايما سيرته بتيجي. فعلا. لان يمكن السنه دي تحديدا في كوميدي في رمضان. كنا بالنادي بالكوميدي، وموجود من خلال الكبير قوي، من خلال مكتوب عليا، ودي حاجه احنا كنا مفتقدينها. انت عملتها اما كنت في نيلي وشريهان والحاجه، كنا مفتقدين الحاجات دي. يمكن السنه اللي فاتت ما كانش فيه كوميدي، كنا بالنادي الكوميدي. كان في، اعتقد كان في اللعبه السنه اللي كان في رمضان، كان نزل في رمضان. اعتقد ما كانش على التلفزيون. كان انا بتكلم على التلفزيون يعني. انتوا بعد ما عملتوا نيلي وشريهان مع دنيا كان كذا حاجه، وبعد كده عزمي واشجان، وبعد كده ما كنا عايزين كوميدي يعني. انت بتبقى مفتقد الكوميدي. هو كبير ان السنه دي اللي عوض الجرعه دي هو ومكتوب عليا. يعني كانوا مسلسلين حلوين جدا. عندك وقت تبص على الحاجات دي ولا ما؟ للاسف لا، بس انا يعني المفروض ان هو من بعد النهارده هتابع. من بعد النهارده احنا خاطفينه. بعد الخطفه دي هربان شويه. ايه اللي انت حريص انك تشوفه او تتابعه السنه دي في رمضان السنه دي؟ والله كذا حاجه يعني، يعني كبير قوي طبعا. سمع ان الاستاذ احمد الجندي عمل شغل جميل جدا. مكي طبعا، عودة احمد طبعا، مكي جميل جدا، مكي فنان جدا، مكي مخرج، مكي برضو يعني كرييتيف، مكي مزيكا كمان. فهو راجل فاهم يعني، مش كوميديان برضو ليه طعم يعني، حتى ناس عطشانه كبير. فبالتالي طبعا حاجه جميله جدا. اكرم فنان متميز جدا برضو، بيفهم في الكوميديا، بيبقى عايز يعمل شخصيه، عايز يعمل كاركتر، عايز يعمل حكايه الناس ترتبط بيها، فده موجود في مكتوب عليا. المسلسلين اللي تابعتهم الصراحه دايما عامر وفاتن عامر حربي. انا كنت فيهم، انا مش بتابعهم بس انا كنت فيهم. بس لا اكيد سامع عن حاجه، عن مسلسلات جميله جدا. مفيش حاجه معينه تانية هتتابعها في كان كتير الجرعه السنه دي؟ كتيره جدا. انا عايز اتفرج برضو على الاختيار. سامع ان هو جميل جدا جدا، والناس بتتكلم عليه جميل جدا جدا. برضو سامع عن ايه يا انجي؟ مش فاهم. مش سامع عن حاجه، مش سامع عن حاجه، مش قادر اسمع حاجه، مش قادر اسمع. انت محتاج اجازه يا ثروت. انا محتاج اجازه، انا عايز ارجع محمد ثروت. انا بتبصر ما بينش كيب الاسكندراني وفايق صراحه. الدنيا اجازه، انا عايز اجازه. انا خلاص بعد رمضان. بتعمل ايه بقى بعد كل بعد رمضان هرتك ده؟ يعني بتبقى عايز تعمل ايه؟ مفيش، بقعد في البيت يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، المشكله ان انتوا بتخلصوا الشغل وبتكون بقى مقصر في البيت. اكيد. فبتبقى بقى لازم بقى تروح بقى تاخد في البيت. يعني خلاص مش عارف عايز تنام، عايز ترتاح. وبعدين بيكونوا بقى مستنيك، عايز تخرجهم وتفسحهم وحاجات كده، بتبقاش عارف تعمل. انت فين يا بيه؟ تعالى بقى يا بيه، تعالى. نرجع بقى طبعا لركول البيت اللي هو فينو ولبن. فينو ولبن بالليل، ولو جبنا تمام هات معاك. لا بقى روتين اليوم. روتين اليوم. انت بتحضر لحاجه بعد المسلسلين دول؟ في اي تحضير؟ والله في حاجه، كام حاجه كده، ربنا يسهل يا رب يعني. بس احنا بنكمل تصوير رمسيس باريس، وفيلم رامز برضو نفس الحاجه. هيرجع بقى، هنخطفه احنا في الفيلم. احنا نخطفه في الفيلم. وبس ده. ثروت عملت ايه في المقلب مع رامز موفي ستار؟ ده يعني عسل. ده ضحكتك انت بقت ترندنج، انت خدت بالك ضحكتك بقت ترند؟ والله والله. وانت داخل مع فاندام وشفت فاندام بجد؟ بص هقول لك على حاجه.
مبدئيا يعني انا اول ما شفت فان دام انبسطت مش انبسطت قوي طبعا لسبب واحد لان هو نوستالجيا جميله جدا بالنسبه لجيلنا احنا طبعا كبطل اكشن اكشن وافلام احنا كنا بنقعد نتفرج عليها ايام الفيديو صح فبالتالي انت بتشوفيه ريل فده حاجه جميله جدا اللي هو انا شايفه ريل انا شايفه انا كنت بقعد مع بتفرج على الفيلم بتاعه اللي هو مثلا تايم كاب ايوه طبعا يونيفرسال سولجرز اللعبه الداميه ايوه انا عارفه كله كله ففجاه تلاقيه قدامك فبالتالي انت لازم تبقي مبسوطه اللي انت شايفاه طب قول لي بس عشان اخلص الحته بتاعت رامز كنت رايح ايه اكتر حاجه كنت خايف منها بقى بجد وانتوا في العربيه في الاول ولا ما وقفتوا اتشعلقتوا ولا التمساح اللي تحت التمساح سيبك انت من الميه احنا هنعوم هنعوم مش لكن حد يجري ورايا في الميه انا ما بحبش مش اي حد التمساح يعني هو القطمه برجل يعني انت انا عايز اعرف منك اكتر مرحله كنت فعلا خلاص مش قادر اللي هو التمساح بس فقط لكن العربيات انا بحب السواقه يعني انا بحب اسوق ما خفتش وانت جوه العربيه بس كنت بتجري جامد لا خالص بس بحب السواقه يعني بحب الحاجات اللي هي درافتات بحب ده ما دختش لا تمام انا بالنسبه لي تمام أوكي. الاماكن العاليه انا بحب الاماكن العاليه تمام ولكن ما شاء الله يا ساره ولكن حته اللي انت تبص تحت في النهايه ممكن تقع فماشي هنعوم ميه في الاخر وهنطفو عادي مش مشكله لكن حد بيجري ورايا في الميه واسرع مني لا وهيقطم قطمه مش والقطمه بحاجه راجعه الله رجع. اعلم ايه اللي راجع إيه؟ يعني ممكن رجل دراع ودن الله اعلم حسب بقى بي تعمليه في وشك في ظهرك في جنبك انا مش دعوه ولبست الباروكه دي وكاركتر وبتاع كاركتر وكنت يعني كنت مبسوط انا كنت حاسه انك مستمتع جدا بجد بس الناس خفت عليك بجد والله الناس قلت عليك جدا كرم ربنا ده حب منى مراتك وهي بتتفرج كانت عامله ازاي لا كانت قلقانه الصراحه طبعا طبعا والعربيات او بتاع منى بتخاف من السواقه عموما طبعا يعني مثلا اجي اسرع مثلا شويه على 80 80 اللي هي بتقولي لا لا هدي كده لا كده هنتجنن وبتاع ايه 80 نعمل ايه واما شفت رامز في الاخر عملت ايه بقى انا سمعت تيت والله قلت له يا رامز يعني نعمل ايه يعني بحط لنا وجبات مسمومه بقى في النهايه بقى ده مقلب حلو برضه حط لنا وجبات مسمومه بقى في الاخر كان لذيذ بس هو رامز فظيع بجد هو سكر هو جميل جدا و بس انبسطت ما شفت فان دام هي دي لا جدا انا بقول لك لا نوستالجيا انا واحد من الناس بحب الحاجات دي يعني ممكن انا اوقات مثلا ابقى قاعد لوحدي مثلا في الاوضه فأبقى أنا مثلا عندي بيرفيوم مثلا حطه ويبقى قديم جدا يعني جايبه هو أسان محطوط قديم فرش رشة عشان أشم ريحة اللي بيفكرني بموقف معين موقف معين بذكريات معينة ده السفر عبر الزمن بتاعي احنا دلوقتي مضطرين نطلع فاصل لان ماجد عمال يزغل لي فهطلع شوط لا 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 ايه يا ماجد والله إيه العظيم ثلاثة ومزمزق وحاجة عجيبة انا اجيب له شيبسي بقى بعد ولا اجيب له فشار عشان ينبسط بحبك يا ثروت ربنا يوفقك ده انا عايزة اقول لك على حاجة ماجد. كل الناس عارفين ان انت جاي النهاردة والله العظيم والله العظيم بلغت عنك وقلت لهم احنا مستنيينه يوصل من الرياض من عند رامز وكل ده احنا قاعدين مستنيينك بس الحمد لله وصلت وصورت وخلصت مسلسل ولسه المسلسل الثاني عايزين نتكلم عن العمل الثاني وهو دايما عامر ايه اللي شدك في الورق اول لما جالك يا ثروت الورق اللي شدني فيه ان هي شخصيه جديده مدرس رياضه وانا في حياتي عمري ما عملت مدرس الحاجة التانية ان هو دور في مشكلة بتحصل له وان الامتحانات بتتسرق منه تهكر عليه في الكمبيوتر بتاعه والناس بتفتكر ان هو سرب الامتحانات وبالتالي عامر بيقف جنبه عشان يرجع حقه وبعد كده بيعرف ان هو مش هو اللي سرب ده طالب من الطلبة اللي سربه طلبة دلوقتي في الجيل ده بيعملوا حاجات كتير أو بيعملوا هاكينج كتير أيوة طبعاً طبعاً بيبهدلوا التكنولوجي الدنيا هو المشكلة ما بين الطالب أو المدرس الجاب الكبير في التكنولوجي ان هو دلوقتي الطفل الصغير وهو عنده 6 سنين ممكن تلاقيه بيجيب حاجات من على اليوتيوب وبيتفرج عليها كرتون لا اما كذا لا اما كذا لا اما كذا حته التكنولوجي دي والمدرس بيجري ورا التكنولوجي عشان يقدر يكون عشان يقدر يتابعها ويقدر يواكبها ويقدر يعمل كده فبالتالي في ادمغه من الطلبه بتعدي
معرفتهم للتكنولوجي عن المدرس. فبالتالي ممكن يحصل ان هو فعلا يتحك عليه من الايميل بتاعه او يستخدم برنامج معين عشان ياخد الامتحانات, فيحصل سوء التفاهم اللي هو يفتكر ان هو باع الامتحانات والكلام ده كله. لما اتعرض عليا الدور من مجدي الهواري, طبعا مش اول مره اشتغل مع مجدي الهواري, اشتغلت معاه مسرح بس لقيته مختلف جدا. مجدي الهواري يمكن مخرج جميل جدا, وامكانيه السيطره على هذه الكوكبه الفنيه الرهيبه اللي موجوده كتير, طبعا عايز مخرج رهيب يعني. قعدت اتكلمت معاه وقعدت اتكلمنا في الكاركتر ازاي هيتعمل, خصوصا ان هو بيعمل اغاني. لان هو من وجهه نظره او وجهه نظر فايز ان هو لما يبتكر طريقه جديده في تحفيز الاولاد الصغيرين المنهج ان هو عن طريق الغنى وعن طريق ان هو يعمل لهم اغاني, ده هيخلي الموضوع احسن. صح. فهو فكر برضو في طريقه مبتكره, فاتفقنا على كل حاجه واتفقنا على الكاركترز نفسه, والحمد لله لقى قبول كويس. حاسس بردود الافعال؟ الحمد لله. حاسسها وشايفها. وده بتحس ان ده الترمومتر الحقيقي بالنسبه لك يا ثروت؟ طبعا يعني يمكن حتى السوشيال ميديا مش قوي فيها, بس انا بقى بحب ترمومتر الشارع اكتر. يعني الناس انت السوشيال ميديا مش شداك, مش واخداك قوي, مش واخداني قوي, شغلك اكتر. صح. ولغدي. طب ليه انت مش لا انا بحب الـ 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 الحاجات العينيه, يعني الجمهور زي ما تعودناه, او يمكن عشان اتربيت مسرح او كنت ممثل مسرح في بدايتي طبعا, فحته ان انا اشوف الجمهور بيضحك على افيه او مبسوط لشخصيه او حقيقي اكتر بيمشيني صح. انا عايز اقول ان محمد ثروت يعني هو قدم اعمال كتيرة جدا كوميدي, ولكن انت فنان مثقف جدا وقارئ جيد ومتفرج جيد جدا من زمان. يعني انا افتكر انا رحت عملت معاه قبل كده لقاء في البيت, ودخلت الليفينج روم عنده ولقيت عندك الدي في ديز كتيرة قوي والكتب كتيرة قوي, واتخضيت ان انت من كمية الحاجات اللي عندك دي. اتخضيت من اللي شفته بالمقارنة باللي انت بتقدمه. يعني حسيت ان انت ممكن تعمل اي دور يا ثروت. هل فعلا لغاية النهاردة حاسس الناس زنقينك في منطقة معينة, ولا ابتديت تخرج منها؟ والله هو ابتديت من يعني من السنة اللي فاتت عموما يعني. بس طبعا في شخصيات او في كاركترات او في مواضيع الواحد بيتمنى يعملها طبعا. مختلفة طبعا, وتفيد المجتمع طبعا, او تفيد الجمهور, دي حاجة طبعا جميلة جدا. كوميدي او تراجيدي, يعني ساعات ممكن الكوميدي بيوصل رسالة اكتر ما يوصله مسلسل تراجيدي. صح. يعني ممكن يبقى في فيلم كوميدي بس بيوصل نفس الرساله مسلسل تراجيدي كامل, بقول المعلومه. فده حاجه جميله جدا طبعا. ازمتنا في الكوميدي ايه يا ثروت؟ الورق لغايه الورق والافكار بس. فقط لا غير. لكن ممثلين عندنا ممثلين جامدين جدا. مخرجين عندنا مخرجين جامدين جدا. الورق مش كله عشان بس ما اظلمش حد, ولكن بقى قليل قوي, عزيز زي ما بيقول. بس بقى العبء عليكم انتوا اكتر يعني. الممثلين يعني انا النهارده بعمل عمل كوميدي فاجيب ممثل كوميدي علشان يضحكني. بس هو الموضوع مش كده, وما كانوش بيشتغلوا عليه كده زمان. لا خالص مش كده خالص الموضوع. المشكله بس في الورق ان هو بقى زي ما بقول لك عزيز, ان العمل الحلو قليل قوي. ولكن مثلا ممكن يتعرض عليه مثلا سي مثلا يعني 10 افلام, الاقي مثلا 2 منهم حلوين بس فيهم شغل برضو. لازم انت اللي تشتغل, مش حاجه بيرفكت او حاجه متقفله من اولها لاخرها هي بتضحك او انا ما احطش فيها قلم. لا يعني في مجهود فيها. مجهود على الممثل. امكانيه بقى اللي انا اعمل فيها شغل دي بتتفاوت بقى من عمل لعمل. ممكن ان انا احط مجهود فيها لان هي تستحق مجهود 60%, اضيف عليها 60% فقط. وفي اعمال تانية ممكن لا, الكاركتر ذات نفسه لازم يتبني من اول وجديد, او المواقف ذات نفسها ما بتضحكش, فبالتالي اخلق مواقف تانية غير الموقف اللي موجود او حاجات تانية. بتحب مسرح مين غير الراحل سمير غانم؟ انا عارفه سمير غانم في حته خاصه. طبعا ابويا الروحي ده. دايما يعني فنان جميل جدا طبعًا. جدا جدا يعني. جدا جدا. هو الله يرحمه يعني كان شخصية جميلة جدا على المستوى الشخصي. عادته حلوة زي ما بيقولوا بالبلدي. كان بيقول لك ايه؟ والله كنا بنتكلم, مش عايزين نتأثر يعني. هو
اوقات بفتكره ساعات في الحاجات اللي ما بين المشاهد، اللي هو لما كنا في لالا لاند او في لهفه، وبالتالي بساله على كم حاجات هو عملها، وفي النهايه هو ممكن يكون مش فاكر في قاله ده فعلا، بس هو مش بس هو عارف او شايف مدى حبنا للعمل ذات نفسه او اللي احنا فاكرين الحكايه دي. اتعلمت منه حاجات كتير جدا على مستوى الخبره، ان هو راجل كان ما بيبخلش على اي ممثل صغير بالمعلومه. يعني كان بيسمينا العفاريت يعني في اللالا لاند، لان احنا كنا قرود حواليه طبعا كلكم لسه صغيرين طبعا، محمد سلام، حمدي المرغني، انا، دنيا، فاهمه، فحواليه بنتنطط طبعا، وهو طبعا عملت له دوشه طبعا، وبيرمي الإفي، عارف هو بيرمي فين والكلام ده كله. فكان اوقات بيدينا حاجات من خبرته يعني طبعا كده. الله يرحمه، الله يرحمه. يعني كان رائع. مين تاني كنت بتحب المسرح بتاعه؟ استاذ فاضل المهندس بحبه جدا. بحب مسرح الريحاني جدا. بحس ان مسرح الريحاني معتمد على الموقف اكتر منه الإفي اللفظي. مسرح فؤاد المهندس حكاية ومود وانبساط يعني، بتخش في بتعيش معاه، بتعيش معاه في المسرحية. يعني مسرحية زي السك على بناتك بتتعاطفي مع الأب اللي هو فؤاد المهندس، بتتعاطفي مع البنات اللي هما الثلاثة، بتتعاطفي مع زوج الأخت الكبيرة حنفي. فلا جميل جدا جدا، وكان فنان جميل جدا على مستوى الأستاذ والتلميذ، إنه كان بيسيب تلامذته يرتجلوا على المسرح ويضحكوا على المسرح، وهو جميل جدا. انت النهارده يا ثروت لما بيطلع معاك مثلا اجيال جديده بتفرش لهم، بتسيب لهم زي ما اتعامل معاك بالظبط؟ بص يا فندم، انا من وجهه نظري الفن لعبه جماعيه عامله زي الكوره كده. ما ينفعش يبقى ملخص الفريق محمد صلاح. ما ينفعش. ليه؟ لان اكيد مش هيدخل جون لوحده، اكيد في جون صد وفي دفاع خد الكوره، وفي خط وسط اداها لمحمد صلاح عشان يجيب الجون. فبالتالي في نجوم في العمل تانية، وهي لعبه في الاول وفي الاخر جماعيه. لازم الكل يبقى فيه عنده هارموني، الكل لازم يبقى فيه كيمياء، الكل خايف على بعضه وخايف على العمل، الكل حابب ان الناس كلها تبقى كويسه، والناس كلها تبقى حلوه، والناس كلها منوره. وده بيبان على الشاشه، ده بيبان لما تيجي تشوفي مسلسل تقولي الناس دي حابه بعض، بيبان، الناس دي كبيتهم حلوه مع بعض. وفي مسلسلات تانية تقولي لا المسلسل ده انت قافل منه، حاسس ان مفيش كيمياء، بالرغم ان هو مسلسل كوميدي حلو جدا مثلا، او مسلسل دراما عادي، او مسلسل دراما عادي، ولكن حاسه ان الناس مش قلبها على بعض، مش لان هو في الاول وفي الاخر هو فريق. يعني بيتعاون مع بعضه لانتاج منتج. فبالتالي المنتج ده لو اتعمل بحب اكيد هيقبل بالحب، لو تعامل بالكراهية فأكيد سيقابل بالكراهية حتما حتما حتما. ودستورية دستورية من أمل حربي. طيب سألتك دلوقتي عن اتأثرت بمين من الكوميديانات دول، أو إيه المسرح اللي أنت بتحبه؟ لو سألتك دلوقتي يا ثروت، محمد ثروت، لو سألتك دلوقتي لو بتعمل سيرة ذاتية عن حد فيهم تختار مين؟ سمير غانم. بس هخس جامد أقول سمير، هيتعبك قوي، هيتعبك قوي. ما شاء الله، الله يرحمه، كان شيب كده، كان لذيذ يعني. هو برضه طبعا. طبعا طبعا. طيب دلوقتي عايز العب معاك لعبه في السريع كده. انت اسمك محمد ثروت. والله صح. والله لو سالتك انت عارفه مننا ليه يا عم؟ في ايه هيحتاج؟ انت هتحتاجه دلوقتي. حاضر. على فكره هتحتاجه والله العظيم. باشا اقرف براحتك. ماجد ارجوك دلوقتي. لو سالتك، في عندنا لعبه اسمها اتوبيس كومبلي. فاكرها دي؟ كنا بنحبها ياما، كراريس قطعت ورق. بس عايز اقول لك كانت الالعاب حلوه. اكس او اتوبيس كومبلي فيها كرياتا، كرياتا ورق وقلم برضو فعل. نسينا الخط. والله نسينا الخط. والله طب بذمتك مش بتحس انك فين ايام الخط ده؟ والله انا ساعتها بقيت اجي اكتب دلوقتي الخط ايه يمشي فيه اتوبيس. الخط ده يا
طب وهيديني دلوقتي كل ما اجي اكتب بقيت انسى خطي، عايزه اشوف نفسي وانا بكتب بالورقه والقلم. العربي والانجليزي بيختلف برضه. انا بضم صوتي لصوتك وبحاول اقول للناس ان احنا دعوه ان احنا نفتكر خطنا. طب والله دي دعوه حلوه، كل واحد يفتكر خطه، كل واحد يمسك ورقه وقلم دلوقتي ويرجع يكتب حاله. فعلا فعلا نشوف خطنا بقى عامل ازاي. دعوه لتحسين الخط. والرجوع للورقه والقلم. طب انا هسالك، القلم الكوبيا اللي احنا افتقدناه اللي كان بيوثق ايدك. طب انت ثاني، انت مش بيجي لك السكريبت دلوقتي طبعا مطبوع؟ اها. زمان كان مش كان. عايز اقول لك انا من المدرسه القديمه عموما، انا ساعات بيجي لي السكريبت مثلا مبعوت على ايميل او مبعوت على الواتساب، بس انا بقول للناس يا جماعه انا عايز ورق بعد اذنكم عشان بحب اشخبط وبحب اكتب ارسم نجمه. أيوه. وساعات بسرح بقعد ارسم شويه كده مثلا في جمله، وساعات مثلا كلمه اروح حاطط عليها دايره. صح. فانا من المدرسه القديمه دي. شوف، وترجع تفتكر ولا خطك بقى. ودعوه للناس كلها ان هي ترجع تفتكر خطها، ودعوه لتحسين الخط كله. محمد ثروت، عايز تختار انهي حرف، تختار الميم ولا الثه؟ الميم ولا الثه؟ خليها الميم، الميم حلوه. لا بص بقى، لا ماجد، الباب اهو، الباب اهو. ماجد، ماجد اوعى اوعى. طيب لو اتكلمنا عن محمد ثروت وهنبتدي وهناخد حرف الميم دلوقتي، لو قلت لك عمل من اعمالك بحرف الميم. مأمون وشركاء. حلوه قوي. اسم ممثل بتحبه بحرف الميم. محمد امام. محمد امام. طيب اسم ممثله بحرف الميم. منى زكي. منى زكي. بحبها. اسم مسرحيه بحرف الميم. مدرسه المشاغبين. الله عليك، ده شاطر قوي، ده انت بتفوق عليك يا ماجد. اسم اكله بحرف الميم. ملوخيه. بلد زرتها بحرف الميم. ما روحتش ماليزيا. بس موجود. ولا مالي. ولا مالي. ولا مالي. وانا مالي وانا مالي. ولا موزمبيق ما عدتش عليها برضه. جبت كل افريقيا. والله مفيش حاجه تانيه. اسم مطرب. مولدوفا. مالديف. 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 اسم مطرب بحرف الميم. محمد منير. محمد منير. الله كينج. اسم مطربه بحرف الميم. ماريا كاري. لا والله هو شاطر. لا والله. طب ده انت كده شاطر جدا. والله. انت كده شاطر وخلصت في الوقت المناسب بامانه. والله العظيم. ايوة. شفت؟ والله العظيم. لا والله. اكتر حاجه بتفرحك دلوقتي. اكتر حاجه بتفرحني دلوقتي رؤيتي اكيد يا حبيبي. شفتني انا وانا يا حبيبي كده، عشان احنا بس اصحاب. معناها مش بالميم بس. رؤيتي. رؤيتي مش بالميم. اكتر حاجه بتخوفك النهارده. بتخوفني النهارده. مخاوفك النهارده. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ وهذا هو السؤال. ده فعلا. ايه اللي نفسك تعمله فعلا بعد كده؟ نفسك غير اللي بيتعرض عليك. انت نفسك تعمل ايه بعد كده في الصناعه دي؟ والله انا نفسي اعمل سينما كتير، لان هي بعتقد ان السينما عامله زي الكتاب. كتاب ممكن احطه فوق الرف، بس انا بعد سنين ممكن اطلعه اقراه تاني. المسلسلات طبعا بحبها جدا طبعا، وبحس ان هي بتخش كل بيت، ولكن بعتبرها او بحسها عامله زي الجرنان. النهارده بتفرج عليه، بكره حاضر أفره شوية، بس بعد أسبوع أكيد بيتنسي. يعني لو جينا سألنا بعض كده دلوقتي، لو قلت لك مثلا يعني فيلم المشبوه، هاتي مسلسل كان في نفس السنة معروض، هتقعدي تدوري شوية، لكن اوريدي أنت عارفة المشبوه. أو بقى أداة للتقييم أنه في سنة المشبوه كان ايه المسلسل اللي كان موجود. مش سينما ملهاش. فبحس ان السينما زي ايه، تاريخ حلو للممثل. لان في النهايه برضو بعد 30 سنه ولا 20 سنه، لما الناس كلها تبقاش موجوده، في النهايه هنبقى كلنا على فلاشه. يا نهار اسود. ده فعلا، ده بجد. بس خفت كده شويه. في النهايه هنبقى على فلاشه بس. لو في فلاشه كمان. ده لو في فلاشه ممكن نبقى على الساعه. او على النضاره. عادي يعني، حاجات بتتقري. طب البلاتفورمز يا ثروت، رايك فيها ايه؟ الاضافه اللي بتضيفها للمسلسل، المنصات الكتيره اللي بقت موجوده. المنصات الكتيره، مسلسلات كتير، وبالتالي اعمال كتير، وبالتالي اثراء للصناعه زي ما بيقولوا. بس اهم حاجه المواضيع اللي بتطرحها ذات نفسها، وامكانيه ان انت يبقى في حاجه مفيده بتتعمل من المسلسل. لان الغرض من الفن عموما ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا افيد المجتمع، مش ان انا لمجرد التسليه. مجرد التسليه دي انا ممكن العب اي لعبه.
ولكن الغرض من العمل الفني هو الفايدة اللي بياخدها المتلقي ذات نفسه بكافة الأعمار بقى، سواء بقى طفل، سواء ست كبيرة، سواء راجل كبير، سواء أي حاجة. بتحلم بإيه الصناعة النهاردة ظل الظروف الصعبة دي كلها؟ والله بصي أنا يعني أنا عايز أقول، بس أسفني بقطعك في الحتة دي، بس عايز أقول حاجة مهمة قوي، إن يمكن المشكلة الأساسية اللي واجهت السيزن ده من رمضان وهو دخول المسلسلات كلها في وقت متأخر، وده أكيد بيأثر على النتيجة اللي بتطلع أوكي، وبيأثر على نفسية الممثلين وهم بيشتغلوا، وبيأثر على المنظومة كلها. فهل أنت مثلا الأيام اللي جاية نفسك تشوف إن إحنا بنخش بدري شوية، نفسك عشان الأعمال تبقى يعني تاخد وقتها؟ لا كمان أنا محتاج برضو يعني عايز أقول لك حاجة، التأخير ده برضو بيعرقلني كممثل ساعات، اللي أنا أوقات مثلا أبقى محتاج اللي أنا أتفرج على نفسي أنا في الدور ده اتعمل إزاي مع الناس، ما أسمعش الناس بس يعني حتى أوقات كمان لما بيتقال إن في مثلا حلقة النهاردة كان فيها مثلا شكيب حلو قوي، فبالتالي بتفرج على الحلقة، أو مضطر إن أنا أتفرج على الحلقة لأن أنا بحس اللي انا عايز اعرف انا الناس قالت كويس ليه، او قالت ايه، او اتجنب الاخطاء اللي موجوده لو انا عملت اخطاء، او ابقى انا عارف الحاجات الكويسه اللي مسكتها مثلا في الدور دوت، وبالتالي ببقى انا بتزيد خبرتي في الموضوع دوت. فكون ان احنا نخلص قبل رمضان ده حاجه جميله جدا طبعا، يتاح ان انت تتفرج على الاعمال بتاعتك، الممثلين يبقوا مرتاحين وهم بيمثلوا، الـ 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 الكرو كله اساسا هيبقى مش صربع. مين لفت نظرك السنه دي؟ لفت نظرك السنه دي؟ لا كتير. يعني لفت نظر السنه دي حاتم صلاح الكبير قوي النفادي، وحبيب المحامي. لفت نظري برضو رحمه برضو مربوحه. مربوحه جميله جدا وموهبه جميله جدا. ايه تاني يا ربي؟ نيلي كريم لفتت نظري السنه دي. لفتت نظرنا كلنا نيلي السنه دي بجد، يعني رائعه، عامله دور كويس جدا قوي قوي قوي. مصطفى شعبان طبعا لفت نظري كتير قوي السنه دي طبعا، لانه مختلف تماما عن السنه اللي فاتت، فده في حد ذاته نجاح بالنسبه للممثل، ان انت كنت السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي عامل مسلسل مختلف وكاركتر مختلف، فده لفت نظر طبعا. الميكروفون معاك او الميكروسكوب اللي انت تعبك ده قوي، المفروض نطلع فاصل دلوقتي، فحسب لك انت الميكروسكوب ده تتكلم وتطلع انت فاصل. اعزائي المشاهدين مستنينكم بعد الفاصل يا صيع. وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا وضيفي اللي منورني النهاردة محمد ثروت، بقلد جايلان. جايلان على فكرة، جايلان صاحبتي جدا، وطول النهار بتقعد تقلدني طول الوقت. طول جايلان على طول بتقلدني وأنا بحبها جدا ونفسي استضيفها. هي بتحبك على فكرة، وأنا بموت فيها. حب والله. لا 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 أنا عارفة، احنا اتقابلنا كتير وطول الوقت طول الوقت بنقعد نتكلم في الموضوع ده، فقلت لها أنا لازم استضيفك وأنت تيجي تقعدي مكاني وتقلديني والله العظيم، ونخم المستمعين طبعا، تاخد شخصيتك وتاخد شخصيتك تتحلها بقى الفتره بجد. ايوه هنعمل دلوقتي معاك معلومات عامه. معلومات عامه يا لهوي، بعد الفطار والذي منه. ماشي، ايه ماشي رايك؟ ما نفسكش تعمل فوازير؟ والله نفسي، بس هل الفوازير دلوقتي يعني حل الفزور هنلاقيه على جوجل؟ ما دي مشكلة، كله هيكسب. هي دي لكن زمان ما كانش فيه جوجل بقى ولا يوتيوب ولا كده. وفاكر 30 رمضان لما كانوا يجيبوا الصندوق بالجوابات كلها؟ والله انا بعت كتير قوي والله، وما كسبتش ولا مرة، ولا مرة كسبت والله. طيب لو سألتك دلوقتي ما هو اسم أطول حيوان؟ الزرافة. برافو والله العظيم. ايه ده بجد والله ماجد؟ لا ماجد ما بيغششك. ماجد والله ما غششك. ما انا عارف، ما انا عارف. هو ايه يعني شبهها؟ لا 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 مش هو. لا. ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟ لا يمكنه القفز. الجمل. لا ممكن يقفز. الجمل يقفز بجد والله؟ انا شفت جمل بينط والله، انا عمري شفته. في حاجه تانية. حاجه تانية تخينه وكبيره. الفيل. برافو. ايه ده؟ ثروت. الحمد لله. الحمد لله. برافو. طيب ما هو اكبر حيوان في العالم؟ ما هو اكبر حيوان في العالم؟ اكبر حيوان في العالم ديناصور. نو عايش لحد دلوقتي؟ ده انقرض. انقرض انقرض الديناصور. في سمكه قرش اسمها ميجالدون.
الحوت الازرق. الحوت الازرق برافو. بس انت برضو يعني، بس هو في سمكه قرش اسمها ميجالودون. ميجالودون ده ما اعرفش بقى، بيقول لك اسطوري، حيوان اسطوري بجد. اه والله اسمه ميجالودون. ما اعرفوش ده. ده شكلك بتبتع. سمكه قرش اكبر من الحوت الازرق ده بجد. اه والله العظيم مش عارفه ليه مش قادر اثق فيه. والله عم جوجل بيكذب. عم جوجل ما بيكذبش. ساعات بيغلط عم جوجل في الحاجات السينمائيه. ابدا جوجل ده والله ده بجد قوي حفيف. يقول الاجابه صحيحه ابدا. طيب ما هي عاصمة الدنمارك؟ الدنمارك فوق الشمال. الدنمارك فوق، ما انا عارف انها في الشمال. في الشمال، في شمال اوروبا يعني. شمال الدنمارك؟ الدنمارك العاصمة اسمها شمال الدنمارك. طب انت عارفها يا ماجد؟ مش عارفها؟ انزل انزل. طب خليك في الكرسي، في الكرسي. ايه يا ماجد؟ ايه؟ قول. وانا كوبنهاجن. كوبنهاجن اه. وكوم الدكة. كوم الدكة. كوم الدكة. كوم الدكة. هل يوجد منطقة صحراوية في اوروبا؟ اه فين؟ صحراء سيبيريا؟ بس دي مش في اوروبا. لا لا يوجد اطلاقا. لا يوجد. اه لا خالص. ازاي في اوروبا في صحراء برضه؟ جاي يهزر. طب اسم اصغر دوله في العالم؟ دوله هي جيبوتي. هي لا، هي احنا خدناها كده جيبوتي. جيبوتي اه بس اعتقد دي كانت في افريقيا. اه اه طب همشيها لك افريقيا. لا والله اوكي صغيره جيبوتي. همشيها لك افريقيا. جيبوتي. 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 طيب آه. الدوله الاوروبيه اللي عندها كثافه سكانيه عاليه. بس انا حاسه ان الاجابه كثافه سكانيه عاليه. ده موضوع يصعب على امثالي فهمه. كنت شاطر في الجغرافيا؟ لا انا كنت شاطر في التاريخ، لكن الجغرافيا في التاريخ. لا. اه بحب التاريخ جدا بجد. اه والله. طب لو سالتك عن شخصيه تاريخيه تحب تجسدها؟ شخصيه تاريخيه احب اجسدها؟ ده عمل كوميدي. نعملها كوميدي تراجيدي. اكيد كان في، اكيد كانوا زمان كوميديانات. لا بعرف بس انا في الجونه، لما كنت في الجونه السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا. أيوة. كنت عامل اللوك بتاع الملك فاروق. الله. اه يعني فناس كتير قالت لي ده نفس شبهه، بس الله. هو كان ابيض وانا اسمر. الايجيبشن. الايجيبشن. عايزك تكمل. مسرحيه لشكسبير بعنوان تاجر البندقيه. برافو. دي جميله المسرحيه دي جدا جدا. جميله حلوه قوي من الكلاسيكس يعني. وشفتها؟ اه شفتها فيها. شفت الفيلم بتاع الباتشينو كان عاملها فيلم فظيع. قد ايه نسبه الميه في جسم الانسان؟ حاجه و70%. صح برافو. طيب لا انا لا شاطر. عجبك قوي. طيب اول اسم فيلم مصري اتعرض في الخارج؟ في الخارج مش عارف، بس ممكن اقول لك العزيمه. ده اول حاجه هنا. هنا هو هنا كاتبين وداد. وداد وداد. صح صح وداد. صح صح صح. اوكي صح. اول دوله تم عرض اول فيلم في العالم عربي فيها، اول مدينه اتعرض فيها فيلم عربي؟ اعتقد القاهره. هي مصر بس مصر. مش في القاهره. اسكندريه. صح. برافو. ايه الحلاوه دي. احنا بعد السينما العالميه بسنه. طبعا احنا كنا جامدين جدا. بعد السينما العالميه بسنه بالظبط. وافلامنا على فكره وممثلينا وكل حاجه كانت زي بره بالظبط. انا من اوائل الناس في الوطن العربي اللي عملنا سينما. اول اسم مطرب ظهر في الافلام؟ اول مطرب كريم محمود، افغان السيد، ابو هاب. ايوه موسيقار الاجيال. برافو. لا انا عجبك قوي. ما هو اسم بطل فيلم الفيل الازرق؟ يحيى. برافو. اللي هو كان بيجسده كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز. لا جميل بحبه قوي طبعا. كريم خبر ابيض. ده ممثل رهيب. طيب فيلم كلمني شكرا كان سنه كام انت شاركت فيه؟ 2010 2009. 2010. آه. يوم ملوش لازمه كان سنه كام انت شاركت فيه؟ 2013 اعتقد. 15. 15. 15. اربع مسرحيات للراحل سمير غانم. المتزوجون، استاذ مزيكا، اهلا يا دكتور، طبيخ الملائكه. تاني ولا لا؟ خلاص هم اربعه بس. طيب اربع افلام لسمير غانم. اربع افلام لسمير غانم. تجيبها كده تجيبها كده. هي كده اذكياء ولكن اغبياء. البعض يصب المأذون مرتين. لا اذكياء لكن اغبياء. ده جميل بحبه جدا. بحبه مع رشدي اباظه وعادل امام مع حفظ الالقاب. ده كان من الافلام الرائعه. برضو اربع. وتاني في الرجل الذي عطس. الرجل الذي عطس. بحبه له جدا. مع ان هو يعني ما اعرفش، بس هو ما كانش بيحبه الله يرحمه. بس انا كنت بحبه له يعني. يعني حاجه تانية خالص غير الافلام اللي كان عاملها. يا رب ولد. يا رب ولد. ده بحبه جدا طبعا. لو النهارده ممكن تعيد عمل
لسمير غانم تختار ايه؟ والله بس انتوا عملتوا بين السماء والارض. أه. لو هتعيدوا عمل النهارده يا رب ولد، ده حلو جدا، فكره حلوه جدا طبعا. وعلى فكره يا عايشه، يعني عايشه لغايه دلوقتي والناس بتموت فيه الفيلم ده، و4 2 4 و4 2 4 طبعا جميل، ده مش هيعرفوا يعملوا زيه تاني 4 2 4 تجيبها كده هي كده طبعا. ده فيلم جميل جدا كان مديحه كامل. لو قلت لك اربع افلام لمديحه كامل، اربع افلام لمديحه كامل، السقوط في الهويه، الصعود الى الهويه، الصعود الى الهويه، السقوط في الهويه، سوري انا اسف بس هي عشان هويه. طب تصدق ده اسم ده الجزء الثاني. الصعود الى الهويه، ايوه. وبرده 30 يوم في السجن، عود يا بلية، العفاريت، العفاريت، عود يا بلية، عود يا بلية، ايوه. شوادر، شوادر، وبارقوا عينيك، بارقوا عينيك، عندما يبكي الرجال، عندها طبعا، كانت لا هي كانت ممثله جميله جدا جدا، وكان تيب على فكره مش موجود خالص يعني في الفتره دي فعلا، وكان ليها مذاق خاص. طيب النهارده لو انت بتفكر تعمل دويتو مع حد في عمل جاي، تختار مين؟ دويتو مع حد، بس في كتير يعني، الحمد لله رب العالمين الكيمياء بيني وبين ناس كتير حلوه. انت 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 محبوب جدا يا ثروت. الله يعني اكبر. يعني الدويتو اللي كان بيني وبين شيكو كان حلو جدا قوي. التجربه عامله ازاي؟ كانت لذيذه جدا طبعا، لذيذه جدا طبعا، وكده كده حتى الكيمياء اللي ما بين وسيم وجميل كانت لطيفه يعني، اتنين حلوين يعني. محمد امام برضو كان فيه برضو كيمياء بيني وبينه حلوه. في جحيم في الهند برضو. احمد مين تحب تعمل معاه الفتره اللي جايه؟ ممكن حمدي المرغني، بحبه جدا. أس بحبه جدا برضو. لا في كتير بيومي بموت فيه طبعا. انت وبيومي بحسكوا قريبين جدا من بعض. يعني بتضحكوا وكم تضحك ليه؟ والله العظيم. لا والله يعني انا بحس انكم فينا كرش من بعض تقريبا. لا بس انا بحس ان انتوا يعني اما بتيجوا بتعملوا التراجيدي بتعملوه حلو قوي، والناس بتتاثر بيكم لانكم ما بتضحكوا، بتضحكوا قوي من القلب. فده حلو قوي. ويمكن مش انا نفسي المخرجين ياخدوكوا في مناطق تانية. انت لو اتعرض عليك سكريبت كوميدي وسكريبت تراجيدي، تختار اني واحد يا ثروت؟ من غير ما افكر الكوميدي، من غير ما تفكر الكوميدي، من غير ما افكر الكوميدي، ولكن لو فكرت شويه وقريت ممكن اخد التراجيدي لو هو بيقدم يعني حاجة. انت بتول الوقت بتميل للكوميدي. طبعا طبعا انا احب ان انا اطلع على الشاشه الناس تنبسط يعني، يعني اللي هو غير لك مودك، او اللي هو يعني اقلب لك اليوم بدل ما كان نكد بقى حاجه حلو لذيذ. انا بحب ده. انت عامل ازاي في البيت؟ انا انا ميكي. انت عامل ازاي بجد في البيت يعني؟ ما في، لا يعني بحب العب مع الاولاد شويه. لو ما عندكش شغل؟ لو ما عنديش شغل بحب العب مع سليم شويه. ممكن العب معاه بلعبه اساسا كمان، انا بحب العب، انا طفل يعني عموما يعني. فبالتالي بعوض طبعا الايام اللي الواحد بيبقى فيها غايب طبعا. فده بيتوتي. بالنسبه لي ريفرش. انت شخصيه بيتوتيه؟ انا لا انا كان ليلي شتوي يعني، بس بقيت ليلي شتوي. ليلي شتوي، تحب الشتاء وتحب تسهر في الشتاء، صح كده؟ والصيف مالكش فيه؟ لا الصيف لا، انت على كده بقى كام يوم اللي فاتوا اللي كانوا حر قوي على القاهره دول؟ لا ببقى في علبتي يعني. انا عاجبني قوي قوي علبتي. ايوه ببقى في علبتي في الثلاجه بس. اخرج بس اسخن ارجع اتحط في. وليك في المطبخ ولا مالكش في المطبخ؟ بحب المطبخ شويه يعني، بحب اخش افتكس حاجات او اطبخ حاجات، او يفاجئوا بيا مثلا النهارده داخل المطبخ حنفي فين، حنفي فين، حنفي في المعمل بيعمل ايه، بيحضر طاره يعني. ده حقيقي. طيب النهارده لو سالتك وقلت لك، انت قلت لي دلوقتي على الدويتوهات اللي انت ممكن تكون حابب انك تعملها الفتره اللي جايه، لو بنت بدويتو مع بنت؟ برضو في ممثلين جميل جمال جدا وانا بحبهم هم زمايلي طبعا واصدقائي. هنا الزاهد جميله جدا، ممثله جميله جدا. كاركتر برضو هنا يعني. ايتن برضو جميله جدا. سارة الصايغ جميله جدا، ممثله شاطره جدا جدا يعني. لا في كتير يعني، مش عايز انسى اسامي بس عشان كلهم والله اصحابي وزمايلي وعلى دماغي من فوق طبعا، بس هم في ناس كتير جدا احب اعمل معاهم دويتات. والمسرح، اين انت من المسرح في الفتره القادمه؟ الفتره القادمه المفروض ان انا مع استاذ محمد هنيدي في مسرحيه اسمها سلام مربع. الله، دي هتقعد بقى في الصيف وكده ولا الحاجات القصيره في الرياض؟ لا في الرياض بس، علينا هو موسم جدة بإذن الله يعني. بس هي مسرحية جميلة جدا، بطولة أستاذ محمد هنيدي، أيتن عامر. نفسي المسرحيات دي تتصور.
يا ريت يا ريت والله ما يا ما اعرفش انا والله اصلا مسرحيات كتيره قوي بتقدم هناك وللاسف ما بيتمش بس تسويرها. اكيد اكيد في حاجه او في اتفاق او في ما اعرفش بس ايه الموضوع بس انا بحب المسرح عموما يعني المسرحيه بتاعه استاذ محمد هنيدي ايمن سيد ايتن عامر الله. محمد محمود اخرج خالد جلال بس كده ده في الفترة الجاية يعني مسرح وفي سينما وفي سينما ده اللي انت بتحضر له في الفترة اللي جاية وغير كده انت في اجازة انا في اجازة هتخلص علبتي دي بطلة الحلقة النهاردة علبتي. طيب النهاردة عايزاك توجه رسالة لكل الناس اللي بتسمعك دلوقتي في الشهر الكريم من شكيب الاسكندراني المحامي في فاتن امل حربي ومستر فايز تضحك ليه؟ اصل انا كنت هوجه لهم رساله تانية خالص مين؟ دعوه لتحصيل الخطه ونفتكر خطنا هات ورقه وقلم واكتب اسمك حتى على الاقل اكتب اول يعني كلمه من اسمك بلاش الاسم كله ولكن عشان نحصل خطنا ونرجع نفتكر الخط القديم بتاعنا سواء بتكتب بالنسخه والكوفي افتكر الكوفي مش ايه كان اسمه رقعه انا كان اسمه رقعه بس انا كنت بكتب كوفي الكوفي ده اللي هو ايه بقى الكوفي ده تقريبا من غير نقط بجد تقريبا وفي حروف من غير نقط الشين تتكتب طب اقول لك على حاجه ايه معلومه يعني اوكي ودي استغربت لها لما عرفتها بس لقيتها ان هي صح إيه؟ اللغه العربيه زمان ما كانتش بنقط بس هقول لك على حاجه حلوه هاتي جمله اكتبيها وشيلي النقط من عليها هتقريها والله وهتقريها صح تخيلي الشمس مشمسه اكتبيها من غير نقط وانت هتقريها فعلا صح مش هتقولي الشمس مشمسه اكيد لا اقول كده والله ما هتقوليها كده عشان عارفه الاصل دلوقتي بس لو بتعلم بقى من الاول هقراها ازاي هي هتقريها نفس البتاع سياق الجمله هي اللغه العربيه من اجمل اللغات في العالم طبعا لان هي الكلمه ممكن تبقى ليها كذا معنى ولو اتحطت في اول الجمله بيبقى ليها معنى ولو اتحطت في اخر الجمله بيبقى ليها معنى ولو اتحطت في نص الجمله بيبقى ليها معنى من غير نقط ازاي والله العظيم ازاي اول مصحف جميله جدا جدا اللغه العربيه دي خبر ابيض اللغه العربيه حلوه قوي احلى لغه في العالم انا معاك لغه الضاد بس الضاد الضاد بنقطه الضاد بنقطه ايوه والله زمان ما كانتش بنقط والمصحف وبكده خلصت حلقتنا النهارده من نجوم رمضان خلصت حلقتنا النهارده وريحه هتلاقيها بتقريها برضه هتبقى حلست مش هتقوليها حلست هتقولي حلست برضه انت هترجميها في عقلك كده ان هي خلصت طب اخر حاجه قبل ما نختم ماشي. السنه دي المسلسلات الاذاعيه الرمضانيه بتاعت حضرتك ثلاث مسلسلات ومبسوط بيهم الحمد لله رب العالمين مبسوط طبعا ب ارواح واشباح وتمن بسطرمة لانه انا ومنى يعني انا ومنى مراتي وهي طالعه مراتي يا استاذ الجمال انا عايز اعرف بقى فعاملين الحقيقه طب انا بتقول عاملين الحقيقه طب منى مراتك بعد العمر ده كله عمر ايه احنا ما كملناش 20 سنه عمر ايه انا عشان يوم ما عرفتك مش الاستاذ رشوان توفيق لسه العمر يعني ربنا يدينا الصحه ربنا يديكم الصحه وطول العمر بس انا لان انا من يوم ما عرفتكم الله اكبر الله اكبر وانا بحب الكابل ده جدا وبعتز بيه وهم بجد بجد قريبين لقلبي قوي 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 النهارده ايه النصيحه اللي ممكن تقولها علشان الزواج يستمر بين اتنين والله بص هو في نصيحة كوميدية ونصيحة تراجيدية النصيحة الكوميدية فوت ما تدققش كتير يعني ما تهتمش بتفاصيل التفاصيل لأن الجواز فيه تفاصيل كتير قوي لو قعدت أدقق فيها أكيد مش هخلص أوكي النصيحة الحقيقية مش كوميدية إمكانية أن أنت تبقى لذيذ في البيت أو في التعامل مع شريكة الحياة عموما ان انت ما تبقاش الجانب الخشن للبيت بره البيت الجانب الخشن ولكن جوه البيت الناس بتبقى اكثر لطفا واكثر رحمة واكثر لطافة ولذاذة بحيث ان انت تبقى جاي الناس مبسوطة ان انت جاي مش يادي النيلة اهو علينا وهيخنقنا بقى وبتاع والكلام ده كله تبقى انت حتى حد لطيف يمكن افتقاده لو هو مش في البيت ده حقيقي الجد بقى ان هو لازم يبقى فيه تفاهم اهم صحاب. حاجة التفاهم
تبص حاجة. اهم حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه. والاختلاف مش عيب، بالعكس الاختلاف لا ده صحي، بيدي نوع من التنوع طبعا، وده صحي. ان وارد ان انا مثلا اكون بحب الاغاني الاجنبي والجنب شريكه حياتي ما بتحبش الاغاني الاجنبي، ولكن هناك ثقافه لده وهناك ثقافه لده. عايز اقول لك على حاجه، هي قاعده بره على فكره مستنياه، يا فضحتي، سابت الحلقه وخرجت، سابت الاوضه وخرجت، فربنا يستر. تفتكر انت بتقول ايه بقى؟ ما قلتش حاجه غلط والله. انت تفهم والله، وزي الفل، واقفه جنبي واخر حلاوه وسند وظهر زي الفل يعني، ربنا يديها الصحه. ربنا يا رب يخليكم لبعض. ربنا يا رب يخليكم لبعض، ودايما متالق ودايما ناجح يا ثروت، ودايما زي ما بقول دايما ظهوره بيضيف كده بسمه، وظهور متميز وضحكه متميزه دايما مع النجم محمد ثروت. نورتني في رمضان، نورتني في الاذاعه، نورك يا رب، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، انا كنت مبسوط معاكم النهارده والوقت اللي قضيته معاكم. ربنا يخليك، ميرسي. استنونا بكره وحلقه جديده ونجوم رمضان اقرب لك. بشكر جدا ماجد اللي بيغشش ساعات، النهارده ما غشش، كان ثروت شاطر. وبشكر اعداد معايا مروه حربي، واستنونا بكره وحلقه جديده ونجوم رمضان اقرب لك. تصبحوا على خير ورمضان كريم. كنتم مع نجوم رمضان اقرب لك مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان نجوم.